بنستقبلكم في اولى فقراتنا النهارده، فقره الصحافه. مشاهدي نهارك سعيد. النهارده سرد سريع لاهم المنشطات والعناوين الهامه في جميع الجرائد سواء كانت القوميه او المستقله، هيعلق عليها ضيفنا الموجود معانا النهارده في الاستوديو الاستاذ عبد الجواد ابو كب، وهو طبعا رئيس تحرير بوابه روزا اليوسف. صباح الخير يا فندم. صباح النور واهلا بحضرتك والساده المشاهدين. ازيك يا استاذ عبد الجواد؟ تمام النهارده الدنيا فاضيه في الشوارع وهاديه وجميله وجينا بسرعه. هو يعني الاجازه عامله اداء. ايوه صحيح صحيح. تعالى مع بعض استاذ عبد الجواد لو سمحت نسرد الاخبار اللي معانا ونرجع نعلق على خبر. تمام يلا. المصري اليوم النهارده في الصفحه الاولى: حكومه محلب تكتمل ورئيس الوزراء المكلف بدانا القتال. اما في الاهرام الصفحه الاولى: اصلاح شركات قطاع الاعمال العام والتمويل متوافر. في اخبار اليوم ايضا الصفحه الاولى: اول قرارات ابراهيم محلب، الغاء موكب رئيس الوزراء ومنع المياه المعدنيه داخل المجلس. في الشروق الصفحه 7: تشكيل المجلس العسكري يشعل التكهنات حول مستقبل السيسي. في المصري اليوم في مصادر بتقول: اصدار قانون انتخابات الرئاسه خلال ساعات. في الشروق ايضا الصفحه الاولى: مقتل متظاهر واصابه ضابط وحرب شوارع في مسيرات الاخوان. في الأهرام الصفحة الأولى: استشهاد أمين شرطة من حراسة قاضي المعزول. في الصفحة الأولى في المصري اليوم معانا خبر طبعا عن روسيا والأخبار العالمية: روسيا تصاعد نغمة الحرب في أوكرانيا وكيف تتهم موسكو بالغزو المسلح. الأهرام في الصفحة الأولى: جمال شيحة، جامعة أمريكية أكدت فعالية جهاز سي فاست. واخر خبر معانا النهارده مشاهدي نهارك سعيد في الشروق الصفحه الاولى: الارصاد تحذر من موجه حاره اليوم وغدا. استاذ عبد الجواد، يعني بنظره عامه كده النهارده الاخبار والمنشطات شايف ان هي فيها حاجه مبشره، يعني بتتمتع باللون المشرق شويه؟ والله هي الفكره انه فيها الجو العام بتاع تشكيل الحكومه، يعني. انما ما هياش، احنا لغايه دلوقتي الحديث غامض عن الحكومه، احنا بنتكلم على وزارات لم تحسم وبنتكلم على وزارات ما احناش عارفين مين اللي جه فيها، زي التعليم العالي مثلا، وده يعني اختياره اثار لغطا كبيرا زي ما اثار اختيار حد لوزاره الثقافه لغط لما تم اختيار دكتور اسامه الغزالي حرب. والفكره في الحقيقه انه القصه ما كانتش متعلقه بالشخصين قد ما فيها شبهه مجامله في وزاره الثقافه، وقد ما فيها كان في البحث العلمي سوء اختيار، لانه اذا انا بتكلم على ملف ملتبس ومشتبك وعنيف زي ملف الجامعات لازم اجيب حد يستطيع اداره هذا الملف، مش حد يعني كان حد متخصص، لا حد هو كان قامعا. يعني سيره اشرف منصور انه كان قامعا للطلاب طول الثلاث سنين اللي فاتوا، دخل لهم الشرطه، فعنده تاريخ سيء مع الطلاب. فما كانش هينفع، وخاصه انه المجلس الاعلى للجامعات رفضه بالكامل. وانا في تقديري ان هذا يعني اختبار مهم لابراهيم محلب، لو هو اصر على انه يجيب صديقه هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا في التعاطي مع الرجل. ده كده انت حضرتك اوريدي علقت على الخبر اللي معانا في مصر اليوم، لو حكومه محلب تكتمل ورئيس الوزراء المكلف بدانا القتال، يعني تعليقك ايه على الخبر؟ وانا بعتبر ان اللي حضرتك قلته ده برضه بيخص طبعا جزء كبير من الخبر. الحكومه يعني وفق المصادر ووفق المعلومات اللي عندنا لم تكتمل بشكل كامل، انما هي اكتملت عند المهندس ابراهيم محلب. الحكومه فيها يعني اسماء طيبه وفيها اسماء عليها اعتراضات، انما انا في تقديري انه لن يعطي احد هذه الحكومه فرصه، لان احنا بنتكلم على 19 وزير مستمرين من حكومه الببلاوي. صحيح. جربوا من قبل، فمش هنديهم فرصه علشان يثبتوا هم كويسين ولا لا. بنتكلم على التلت الباقي. في الحقيقة أنا في تقديري أن الناس ما عندهاش مساحة تدي فرص، وخاصة أنه إبراهيم محلب كل تصريحاته أن احنا هنيجي نشتغل على الملفات المهمة العاجلة، اللي هو في الحقيقة ده صلب العمل بتاع الحكومات الانتقالية أو الحكومات المؤقتة. ليه الناس في الشارع عندها اعتراض أو شبه وقفات بيعملوها كده لوزير الداخلية، أن هو كان مكمل بقاله فترات كتيرة جدا جدا، من أول وزارة الجنزوري أعتقد لحد وزارة مرسي لحد وزارة ببلاوي، وأيضا كمل معانا في الوزارة. لا، ويمكن اللي عامل اللبس أنه الناس فاكرة هو في اتنين محمد إبراهيم جم يعني وزيرين اسمهم محمد إبراهيم، ويمكن ده اللي عامل لبس عند الناس. انما انا في تقديري ان الملف الامني هو ملف ما ينفعش احنا نحكم فيه، لانه بالتاكيد في حاجات احنا ما نعرفهاش، وبالتاكيد في ترتيب ما داخل الوزاره، لو هو عمل تغيير او ما عملش تغيير بيخضع لهذا الترتيب، ان هو مش عايز يغير الهيكله داخل الوزاره ومش عايز يعمل مشاكل في الداخليه في الملف
اللي المفروض يبقى مستقر شويه. صحيح. فهي دي رؤيه خالصه، يعني زي مثلا وزاره الدفاع، زي مثلا وزير الخارجيه، الناس كلها معترضه عليه بعد اللي حصل في ليبيا، وبعد اللي حصل في بعض دول الخليج من مصاعب للمصريين، والناس شايفه ان وزاره الخارجيه لم تتطهر ولم تعد الهيكله، وشايفه ولكنها في جزء كبير هي عامله انجازات، يعني فعامله شويه يعني علاقات كويسه. انا شخصيا لا ارى ذلك، لان ملفها الرئيسي ملف سد النهضه هي مش عامله فيه حاجه، الملف الافريقي هي مش عامله فيه حاجه، يعني تركيا بتلعب في افريقيا، تركيا بتلعب في اثيوبيا مع اثيوبيا، قطر بتلعب مع اثيوبيا، التنظيم الدولي للاخوان بيلعب في افريقيا بشكل اهم من اللي بتعمله وزاره الخارجيه المصريه. كون ان هو زياره روسيا تحسب للمشير السيسي لا تحسب لوزاره الخارجيه. فانا في تقديري انا عندي تحفظات عنيفه على وزاره الخارجيه، وخاصه ان احنا من الدول كثيفه الانفاق على المقر الدبلوماسيه في الخارج وعلى الوظائف، وما بنحاولش نعمل ترشيد في ده. والى الان ما شفناش غير تصريحات ومنشطات اللي لن نفرط في نقطه مياه واحده انا عندي ملاحظات على الوزاره، وشايف ان ادائها سيء جدا، وشايف ان استمرار الوزير سيزيد من هذا السوء. انما هذه رؤيه من يملك الاختيار. يعني الاهرام الصفحه الاولى، اصلاح شركات قطاع الاعمال العام والتمويل متوافر. ها، وعند التمويل المتوافر ده ارجوك كلمه. يعني انا بس عايز اقول ان دي كلمه سر في اقاله حكومه الببلاوي. يعني من القرارات اللي كانت عظيمه وكانت سببا، يعني كانت عظيمه في الخطوره، وكانت سبب في انه الدكتور الببلاوي يقال، القانون اللي اتعمل فيه قصه الشركات القطاع العام اللي هي مباعه، ومين له حق التقاضي فيها، اللي هم قصروا القصه بالقانون الجديد على رجال الاعمال وعلى الحكومه. وده في الحقيقه في قمه، يعني عايز اقول في قمه عدم الحكمه، لان انا ممكن ابقى مواطن ومضار من ده، انا ابقى عامل ومضار من ده، من حقي ان انا ارفع بالدستور. فده اعتقد انه هذا الكلام رد على هذه النقطه بالتحديد. فكره التمويل المتوافر هو في الحقيقه ما فيش مشكله، هي فكره الاولويات، انا بصرف على ايه كتير، زي ما قلنا. صحيح. انا بصرف كتير جدا على البعثات الدبلوماسيه بره في دول فيها مصري واحد او فيها اتنين مصريين، ما حدش بيعمل كده. يعني امريكا بجلاله ادراها، الاتحاد السوفيتي بجلاله ادراها، الترتيب نفسه غير مطوع للمصلحه العامه. طبعا انا بعمل وزارات خارجيه ليه؟ علشان المواطنين بتوعي بره. طب اذا ما فيش مواطنين ليا في بعض الدول، خلاص انا بقلل التمثيل الدبلوماسي، وده مش عيب. بشوف اذا ممكن حد تاني يقوم بالمهمه دي، يعني اعمل قنصليه صغيره او قائم بالاعمال في، ويبقى في وزاره تانيه، في سفاره تانيه بيخلص الشغل. يعني هي الفكرة ان انا كيف انجز العمل، وليس كيف ابني مكانا لانجز فيه العمل. يعني لما حضرتك بتقعد معايا وتقولي شوية افكار زي دي، او يعني بتحاول يعني ان انت تلم جزء من المشكلة وتحاول تحط لها افكار وترتبها وبتاع، هل يعني الحكومة الى هذه الدرجة ما عندهاش المناوشات والمشاورات اللي بينهم علشان يوصلوا لحلول شبه اللي حضرتك قلتها مثلا دلوقتي؟ يعني انا لما بقعد مع ناس في الشارع انا بسمع منهم حلول كتير قوي، ولما بيجي معانا ضيوف هنا احنا بنسمع حلول كتير قوي. فيعني ماذا عن الحكومه يعني والوزراء؟ بيبقى عندهم مشكله في حاجتين في الحقيقه. المشكله الاولى ان محاسبه الفاسدين دايما هتجيب ناس هم علاقتهم لطيفه كده، يبقى مش هنخرج من المأزق. الحاجه الثانيه انه فكره المجامله، يعني انا عايز اجامل، يعني مجلس الشورى سيعود، يعني مرة أخرى تاني هنقعد نتكلم في مجلس الشورى. طب هقول لحضرتك على حاجة، السيد عمرو موسى مع كامل احترامي لشخصه ما زال يدير أعماله اللي هي انا ما اعرفش هي ايه من داخل مجلس الشورى، يعني له مكتب في مجلس الشورى، مع ان لجنه الدستور اللي هو كان بيرأسها انتهت. والناس بتزعل لما بنقول الكلام ده، وده كلام في الحقيقه ده اللي بيتمسك علينا، يعني ده اللي بيتمسك على اي نظام، فكره الاستثناءات اللي هو بيعملها، وفكره عدم تطبيق القانون على الجميع، وعدم وجود رؤيه محايده في التعاطي مع الناس. يعني اذا هو رئيس لجنه الدستور ومشي خلاص يمشي، انما ما ينفعش المفروض الوحيد اللي يبقى موجود هو وزير المجالس النيابيه او حد له علاقه اخرى لانتخابات مجلس الشورى واقامه مجلس الشورى. هو الفكره في المناسبه مش في فلوس الانتخابات، هي الفكره جزء من المشكله. هو ومجلس الشورى ما كانش وحش، بس بيعمل ايه؟ يعني هي الفكره، يعني انا ما عنديش مشكله انه يبقى مثلا في بعثه دبلوماسيه في دوله ما عنديش فيها مواطنين، بس يبقى ليا مصالح مشتركه كبيره مع هذه الدوله، وان انا بتعاطى معاها بشكل اقتصادي، شكل يعود عليا بالنفع. انما هي الفكره انه
يعني انا باهدر، وانا في تقدير المشكله مش عند المواطن المصري، المواطن المصري مهما وفر في الكهرباء مثلا مش هيجي قد اللي بتعمله الحكومه لما بتسيب الشوارع منوره بالنهار. لا خليني اقف عند الحته دي، انا من كام يوم لسه جايه يعني من فتره شويه، من اسبوع اسبوعين كده، لسه جايه من قدام ماسبيرو الساعه 7 الصبح 7 ونص الصبح، لقيت الانوار كلها اللي على الكورنيش منوره. فانا سالت فقالوا لي هي المفروض انها بتقفل اوتوماتيكلي مع ضوء النهار ومش عارف ايه. طب ايه اللي حصل يعني؟ علق الموضوع ولا ايه بالظبط؟ طب حد يروح يقفله مانيوال يعني؟ يعني او مع ان يعني عشان النور اللي بيتقطع على الناس ده، طب ما هو ما هم بيطفوها بالليل بقى ازاي بقى؟ الاخبار اليوم، اولى قرارات ابراهيم محلب الغاء موكب رئيس الوزراء ومنع المياه المعدنيه داخل المجلس. والله ظلمتهم يا استاذ عبد الجواد. طيب انا بس عايز اقول انه فكره المجامله، وانا طلبت من ابراهيم محلب يعني طول الايام اللي فاتت وانا بطلع في التلفزيون الا يجامل، واذا هو لم يجامل في وزاره الثقافه ولم يجامل في التعليم العالي، انا في الحقيقه اول الناس اللي هتقف معاه. انما في الحقيقه الغاء موكب رئيس الوزراء ومنع المياه المعدنيه، انا في تقديري ان ده كلام عيب ان هو يتقال اعلاميا. هذا الرجل ليس رئيسا للوزراء حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، حتى هذه اللحظه الدكتور الببلاوي هو رئيس الوزراء القائم بتسيير الأعمال، حتى هذه اللحظة إبراهيم محلب وزير للإسكان مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لن يصبح رئيسا للوزراء ولا يستطيع أن يتخذ قرار، ولو كان اتخذ القرار ده وتم تنفيذه في مجلس الوزراء هنبقى قدام كارثة حقيقية، وهيبقى الموقف ده ما يفرقش عن موقف عمرو موسى أنه هو واخد مكتب في مجلس الشورى. إنما أنا في تقديري أنه ده تسطيح للرجل، يعني إبراهيم محلب راجل بتاع شغل، ما ينفعش اختصر قراراته في ان هو يوفر 5000 جنيه ميه معدنيه. طب ما احنا ممكن يجيبوا الميه المعدنيه ويصبوها في نفس الكوبايات واحنا ما نشوفهاش، يعني ده كلام في الحقيقه يعني عيب، يعني المفروض ان المنشات زي ده وتصريح زي ده ما يخرجش من رئاسه الوزراء. ده عيب اعلامي، وانا اشك انه ابراهيم محلب وهو بيعمل المشاورات دي بقى فاضي ان هو يقول لهم يا جماعه ما تجيبوش ميه معدنيه وهاتوا عصير، يعني ده كلام في الحقيقه اعلاميا، واحنا عندنا الاعلام المصري في الحقيقه محتاج وقفه. ويمكن هو التصريح اللي الناس مش مركزه عليه ان هو تحدث عن الاعلام امبارح وقال ان الاعلام محتاج ضبط ايقاع، وقال ان الاعلام محتاج ميثاق شرف اعلامي، وقال ان الاعلام عليه معول كبير جدا فيما يحدث في الوطن. ده الكلام المهم اللي قاله رئيس الوزراء، مش الميه ومش عندنا مش امل كبير انه لما يبقى فعليا رئيس وزراء ان هو يبدا يمشي بالمنهج اللي احنا شفناه قبل كده في الشارع مع الناس كلها. هو ده احتمال كمان يبقى النهارده ان شاء الله. ان شاء الله يعني. الشروق صفحه 7، تشكيل المجلس العسكري يشعل التكهنات حول مستقبل السيسي، من الاخبار المهمه طبعا. هو طبعا هو مش التكهنات في ده، التكهنات في التشكيل الوزاري. انا في تقديري انه اذا خلى التشكيل الوزاري من المشير السيسي يبقى هينزل الانتخابات، وده في تقديري اللي هيحصل. يعني انا في تقديري ان الحكومه التي ستحلف اليمين النهارده او بكره بالكثير لن يكون موجودا فيها اسم المشير السيسي، والاقرب للوانصب بعده رئيس الاركان. انما في الحقيقه إذا ما حصلش وهو أختير في الوزارة، إحنا عندنا تصريح في قمة الخطورة النهاردة من السيد عمرو موسى، وأنا ما أعرفش برضو السيد عمرو موسى بيجيب التواريخ الدقيقة منين، لأنه صرح قبل كده أنه المشير السيسي سيترشح في توقيت معين وما حصلش. حتى الأستاذ مصطفى بكر النهاردة لما سئل امبارح في التلفزيونات خد التصريح على لسان لما هي الحكايه دي كانت من اكتر من تضحك في وسائل الاعلام كلها، كل حد بيقول حاجه. لا هي الفكره ان احنا بنتكلم على راجل في قيمه عمرو موسى، ده تاريخ كمان. فانا في تقديري ان هو لما يقول 10 ايام، يعني اذا المشير السيسي جه النهارده في الحكومه ثم استقال بعد 10 ايام، انا في تقديري ان ده يبقى كلام غير منضبط، وانا في تقديري لا ارشحه للحدوث. طيب اذا جه اسمه فعليا في تقديري ده يبقى هيعني انه لن يترشح لخوض الانتخابات. كلها ساعات حضرتك بتقول ولا ايه؟ وده هيبقى في ازمه برضه، لان انت هترجعي لنفس الدايره ونفس المرشحين المتساويين، وهيبقى في حاجات، وهو في الحقيقه في حاجات احنا غير مفهومه يعني مستنيين بس تتفهم كده. طيب ده خلال ساعات. طيب الشروق الصفحه الاولى، مقتل متظاهر واصابه ضابط وحرب شوارع في مسيرات الاخوان. هناخد معاه بس اللي بعده اللي هو استشهاد امين شرطه في حراسه قاضي المعزول، الاهرام الصفحه الاولى. هو رقيب شرطه ده اولا، وهو كان المكلف بالحراسه السريه يعني، والفرق بس بين رقيب شرطه وامين شرطه انه الراجل ده المفترض ان هو سري، يعني هو راجل خدمه سريه، يعني لازم يبقى حراسة معروف خاصة وسرية. لازم يبقى معروف وحد رايح يقتله هو بالتحديد، ودي الخطوره بقى. أيوة. يعني هي فكره نوعيه العمليات في الاغتيالات بتبقى كده، ان هو عارف الشخص ورايح وعارف يقتله فين، زي العمليه بتاعه الزقازيق.
لا وزي عمليه الزقازيق اللي هي تمت في اهم اماكن الزقازيق. يعني انا في تقدير ان ده العادي بقى بتاع المظاهرات انه يحصل قتل، والعادي بتاع الشرطه انها تستهدف. دي اخبار مش عدوه، اعتقد انها هتستمر لفتره قادمه لان احنا في حرب عصابات، ما احناش في حرب نظاميه. يعني المصري اليوم، روسيا تصاعد نغمة الحرب في أوكرانيا وكيف تتهم موسكو بالغزو المسلح. هذه الدولة قد تكون سببا في حرب عالمية جديدة، لأنه اللي بيحصل في الحقيقة مش أوكرانيا، أوكرانيا يعني دي شبرا. هو هل تعتقد أنه ممكن يكون في أزرع أمريكية مش أعتقد، هو في أزرع أمريكية. طبعا يعني هو من أقال أمريكا ومن صنع ما حدث امريكا، يعني دي مش طب هو الربيع الكافي اللي بيحصل هناك ده له علاقه او في جزء صغير من دعم مثلا روسيا لمصر او لا هي قصه ما لهاش علاقه. يعني انا في تقدير انه هي قصه من يعني ممكن تبقى من قبلنا، من ايام الست زعيمه المعارضه السابقه، انما هي فكره استعراض للقوه. يعني احنا برضو مضخمين قوي قصه روسيا ومصر. مصر دوله كبيره، يعني احنا برضو دايما بنبقى محتاجين حد يقول لنا احنا كبار، احنا كبار يعني مش محتاجين نقول ده. انما قصه هناك قصه لها علاقه بالقوى العظمى، وليها علاقه بانه الاتحاد الاوروبي مع امريكا، وليها علاقه بان روسيا بتحاول استعراض القوه، ويمكن ده حصل في سوريا وده حصل في مع ايران وروسيا ناجحه. هل ده غباء سياسي يعني يعتبر؟ لا ده استعراض قوه. هو العالم بالنسبه للقوتين العظميتين ومعاهم الصين دلوقتي ده ملعب. يعني انا في قصه سوريا انتصرت روسيا، هي امريكا بترد فشالت الراجل، روسيا خدته عندها وراح طالع قال انا الرئيس الشرعي وزي الفل وراجعين. روسيا دخلت خدت مطارات، الاوكرانية خدت المطارات تاني. فهي المعركه مش سهله عالميا، معركه صعبه جدا. يعني مع بعض وهنعرف كل الاخبار. الاهرام الصفحه الاولى، جمال شيحه، جامعه امريكيه اكدت فعاليه جهاز سي فاست. يعني انا في الحقيقه يعني القصه بتاعت الجهاز ده ارى انها اديرت بشكل غير علمي، وارى انه هذا الرجل ما كان يجب ان يخرج ليقول هذا الكلام بهذا الشكل اللي هو قاله. وانا في تقديري انه هو احرج كثيرا القوات المسلحه، ومن احرج اكثر هو مستشار الرئيس العلمي. وهنا لازم نقول ان مؤسسه الرئاسه، إذا كانت حكومة الببلاوي عليها علامة استفهام، مؤسسة الرئاسة أدائها عليه مليون علامة استفهام، مع احترامي الكامل للمستشار عدلي منصور إنه راجل محترم، بس ما ينفعش إنه المستشارين بتوعه يطلعوا يعملوا أزمة كل شوية. ما ينفعش إن أنا مستشار إعلامي يروح حلايب وشلاتين، ما ينفعش إن المستشار العلمي بتاعي وهو في أمريكا يقول يا جماعة لأ، وأصله المشير والرئيس ما كانوش يعرفوا وفوجئوا بالقصة. ده كلام في الحقيقة كلام غير منضبط وغير دقيق، وأنا أتمنى وقلت الكلام ده من 3 أيام كلنا بنقول في جزء كبير من الإحراج. لابد أن تخرج القوات المسلحة تقول حاجة، لابد أن يخرج المتحدث العسكري يوضح، مش يوضح الأمور. لحد دلوقتي في صمت، أنا لسه مش فاهمة. لأنه أنا مش مستني إنه جامعة أمريكية تؤكد جهاز سي فاست، لأن أنا برضو هلاقي جامعة تانية قالت إن هو كلام مش علمي. صحيح. فلازم كمان القصة يبقى فيها خطوة عملية، خطوة شفافية، وإنه يطلع جهاز مسؤول زي ده يتكلم ويقول إيه اللي لازم أبتدي بقى آخد خطوات عملية في علاج الناس، لأن أنا يعني املت كثيرا للناس اللي احنا بنتكلم على 9 مليون فيروس سي. سيبنا من الايدز لان الاعداد صغيره، بس هي الفكره انه الردود ما ينفعش الراجل اللي هو اللواء او ايا كان الدكتور صاحب الجهاز هو اللي يرد. يعني لازم القوات المسلحه لانها طلعت بيان قالت فيه هذا الكلام، لازم ترد بشكل علمي ومنطقي وتنهي اللغط حول هذا الكلام، لان القصه في الحقيقه باخت قوي. يعني فكره ترك الامر يعني للاستعراض الشعبي ما بين مؤيد ومعارض ده امر مزعج دلوقتي. تمام يا استاذ عبد الجواد، انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده وتعليقك على منشطاتنا في نهارك سعيد النهارده. باذن الله اشوفك قريبا ويكون بشكرك. في اخبار افضل. يا رب يخليكي، بشكرك وبحييك ان انت بتطلعي وانت حامل، وده جديد على التلفزيون المصري في الحقيقه، وجديد يعني القناه دايما بتعمل هذا الاداء الطيب، وبتمنى ان الاهلي يفوز النهارده. يا رب ان شاء الله باذن الله. انا اهلاوي طبعا حضرتك واضح، فان شاء الله دي مصر. الاهلي مصر يعني هو بيلعب افريقيا النهارده. صح. انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا، واشوفك قريبا باخبار مشرقه اكثر باذن الله. ان شاء الله. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه فقره الصحافه النهارده مع الاستاذ الكاتب والصحفي الاستاذ عبد الجواب ابو كامب، وهو رئيس تحرير بوابه جريده روزا اليوسف. اشوفكم بعد الفاصل، لسه مكملين مع بعض مستمرين في فقراتنا، استنونا.